الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرب الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه طرق الإيمان قد عبدنا ثارها وقبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله وسلامه عليه من معالمها ما عفا وشفا من العليل في دين كلمة التوحيد ما كان على شفا وأمها سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأطلق نور السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن التمسك بهذه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام مقضي السنة قام البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته وأجمع كتاب صنف في بابه وقفة لشوارد الأحاديث وأوابدها. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد ما كان نقله وإنه من الثقات، لكن ليس ما فيه على منك اللفات. فاستغفرت الله واستوفقت منه فعلمت ما أقبله فأودعت كل حديث منه في مقبري كما رواه الأئمة المؤمنون والثقات الراسخون مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وأبي عيسى محمد بن عيسى التدمزي وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني وأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي وأبي الحسن الرزين بن معافية العبدري وغيرهم قليل ما هو. وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه وصرت الكتب والأبواب كما سردها واقتفيت فيها. وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثة، أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما واقتفيت بهما، وإن اشترك فيه الغير العلو بدرجتهما في الرواية، وثانيها ما أورده وغيرهما من الأئمة المذكورين، وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة.